لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب في النصيحة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة جزء مهم من الدين، من الإسلام. والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن يكون بيننا التناصح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى الخير. الإنسان لوحده ضعيف، يعني يحتاج بعد الله تبارك وتعالى إلى نصيحة إخوانه المخلصين له في النصيحة. والنصيحة لله عز وجل تكون بعبوديته سبحانه وتعالى وطاعته، النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام باتباعه والاستنان بسنته، النصيحة لكتابه تلاوته وتدبره والعمل به والعمل بأحكامه والتزام أدابه، النصيحة لأئمة المسلمين هم الحكام بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على الخير، وكذلك النصيحة لعامة المسلمين. النصيحة لعامة المسلمين يعني احنا بيننا وبين بعض كن بيننا التناصح والإرشاد إلى الخير. بس مهم جدا الإنسان يتأدب بأدب النصيحة، إن أحيانا بعض الناس بيجي ينصح في الحياة ما بينصحش، ده في الحياة بيعور الناس، يعني إما يكون النصيحة بنوع من الغلظة والشدة أو بعدم اختيار الوقت المناسب والألفاظ المناسبة، أو أحيانا بيكون علنا وجهرا بطريقة لا يقبلها الإنسان. لا، هناك فارق كبير جدا ما بين النصيحة وما بين قذف الناس بالحجارة. لازم الإنسان يراعي هذه الأداب وينتبه إلى هذه الأداب، يعني الإنسان يختار الوقت المناسب للنصيحة، الزمان يعني، والمكان والطريقة والأسلوب. يعني مش كل حد ينفع معاه طريقة واحدة، في ناس النصيحة معاهم باللين والرفق والترغيب أجدى معهم، يعني أنفع لما تكلمه بالراحة وبأسلوب طيب وتظهر أن أنت رايد مصلحته وخيره، بيكون ده أفضل لي. لو ده النوعية من دي، لو أنت رهبتها وبدأت تخوفها ممكن تنفر، أو لو شديت عليها ممكن تنفر. في نوعية أخرى من الناس لازم تشد عليه شوي، أو لازم تشتد عليه في القول شوي، وده اللي ينفع معاه. واحد ينفع معاه الترغيب، واحد ينفع معاه الترهيب، وأحيانا الوقت نفسه ممكن في أوقات معينة الإنسان يحتاج ترغيب وأوقات معينة الإنسان يحتاج ترهيب. فمهم جدا معرفة الأداب، هذه الأداب، أداب النصيحة، اختيار الوقت المناسب للنصيحة، المكان المناسب، الطريقة والأسلوب المناسب المناسبة للإنسان اللي أنت بتنصحه. وبرضه في فرق ما بين النصيحة لإنسان مثلا له شأن وقدر بين الناس، وبين النصيحة لواحد حبيبك أو عزيز عليك، وبين النصيحة مثلا لابنك أو زوجتك أو أمك أو أبوك أو ما شبه ذلك من الأقارب. فكل واحد بيختلف، أو كل إنسان بيختلف في الطريقة والأسلوب والزمان والمكان، فلا بد من هذه المراعاة، وإلا فأحيانا بيجي الإنسان يتكلم فيفسد ولا تقبل نصيحته، ويبقى ممكن يبذل جهد ويقول لك يعني الناس ما حدش بيسمع، ما حدش يسمع الكلام، ما حدش حد بينتصح. لا، احيانا بيكون العيب مش من الناس، بيكون العيب من الناصح نفسه، من الناصح نفسه، لان هو اللي اساء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما نشوف في كلامه وفي معاملته لاصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بنجد القمة هو
الطريقة المثلى في هذا التعامل. ورد عن السلف رحمهم الله تعالى كثير من هذا، إما في الكلام على الآداب أو على النصح. منها أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشربة بني حارثة. المشربة اللي هي الأرض اللينة اللي فيها نبات أخضر وفيها مواضع يشرب فيها أو يشرب منها. فوجد عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فقال: يا محمد كيف تراني؟ يعني بيستنصح وانت شايف ايه؟ ولاحظ ان عمر امير المؤمنين. فقال: اراك كما احب وكما يحب من يحب لك الخير، قويا على جمع المال، عفيفا عنه، عدلا في قسمه، ولو ملت عدلناك. يعني قال له: اراك كما احب وكما يحب من يحب لك الخير، وبيذكر له عدله في حكمه وعدم جوره. فيقول: لو انت ملت، لو ابتعدت عن الحق نردك مرة أخرى إلى الحق، لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاب. يعني يقول له: لو انت حتزيغ، حتنحرف أي نوع من أنواع الانحراف، حنردك إلى الحق، ننصحك، نعرفك. قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة قبول النصيحة. أي حد ينصحك، حتى احنا بنقول دائما الإنسان الناصح يراعي أدب النصيحة، لكن المنصوح مهما كانت أسلوب وطريقة الناصح مش كويسة أو حتى ما اختارش كويس، أنت انظر إلى النصح وما تبصش لإيه، للغلط أو للأسلوب أو للطريقة. لا، دايما اللي بينصحك ده في الاغلب حاجه من اتنين: يا اما محب لك يريد فعلا خيرك، يا اما احيانا حاقد او حاسد عليك. لو هو محب لك ويريد خيرك، يبقى انت ما ينفعش ترفض الخير اللي عنده عشان حاجه غلط عملها او عشان اسلوب مش كويس او عشان ما اختارش الزمان والمكان. لا، خليك دايما انتبه، خليك ذكي فطن. لو هو حاقد وحاسد، فبيديك اشاره إلى أنت تاخد بالك من الحاجة دي اللي هو بيتكلمك فيها، ممكن يكون قصده يعيب فيك، ممكن يكون قصده يجرح فيك، فكأن دي بينبهك لحاجة، انتبه أن في عيب. العيب ده مهم، يا إما لازم تفتش نفس في نفسك عنه، لو فيك تتركه، لو مش فيك يبقى إيه، تحذر منه. مش أقوله بقى لا ده هو بس عشان ما بيحبنيش، عشان لا، أنت بتنتبه لها. الإنسان يعني دايما يكون عنده نوع من هذه الفطانة. فالإنسان يقبل النصح حتى لو كان الناصح قد أساء في طريقته أو أسلوبه أو غير ذلك. وعن أبي الفيض أنه سمع أبا حفص الحمصي يقول: أعطى معاوية المقداد حمارا من المغنم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أعطى المقداد حمارا من المغنم، فقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: ما كان لك أن تأخذه ولا له أن يعطيك، كأني بك في النار تحمله. أول ما شاف أن إيه، لا ما يجوزش لمعاوية رغم أنه الأمير أنه يدي المقداد، فما قالوش أنت مالك يا عم، ده أنت إيش دخلك، ولا داعي الخلق للخالق، ولا لا الكلام ده. لا لا، لما نصحه طبعا تاني ما قالش أنا ماليش دعوة وكل واحد حر، لا، نصح، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، دل الناس على الخير، حذر الناس من الشر. و ردد الفعل عند المقداد رضي الله عنهم، قال فرده، رد الحمار مرة أخرى، انتبه، لا طالما ما يجوز ليش، أو حتى المسألة فيها شبهة أو المسألة فيها شيء يحك في الصدر، لا خلاص بلاش منه. وعن الشعبي أن زر بن حبيش كتب إلى عبد الملك ابن مروان كتابا يعظه. زر بن حبيش كتب إلى عبد الملك ابن مروان، كان الأمير يعظه ويذكره. وعن مجاهد قال ابن عباس لسعيد بن جبير: حدث. سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس، وابن عباس صحابي، وسعيد بن جبير تابعي، لا شك ان ابن عباس افضل بالاتفاق. فبيقول لسعيد، بيقول لاحد تلاميذته: اتكلم يعني وانا موجود. قال: احدث وانت ها هنا، وانت واقف، انت موجود يعني ازاي، مش ممكن.
دي حاجه يا اما ان هو يعني هو بيجل ابن عباس ويعطيه قدره، يعني زي انا اتكلم وانت موجود. كذلك احيانا التلميذ بيستحي من شيخه ان هو يتحدث امامه، يعني وتجدها دايما في التلاميذ لما يكون الشيخ بتاعه قاعد بيكون غافل احراج ما يرضاش يتكلم. لكن شوف ابن عباس رضي الله عنه، فطنة ابن عباس، قال: أوليس من نعمة الله أن تحدث وأنا شاهد؟ ده نعمة ربنا، ده فضل من ربنا عليك أن أنت تتكلم وأنا إيه؟ وأنا بسمعك. ليه؟ فإن أصبت فذك، وإن أخطأت علمتك. لو أنت أصبت وكلمت كويس خلاص يبقى أنت عرفت أن الكلام اللي تقوله صح مصيب، وده الخير. طيب لو حصل أن أنت غلطت أيه؟ أعلمك وأعدلك. وعن ابي شهاب قال: كان يقص لنا سعيد بن جبير كل يوم مرتين بعد الفجر وبعد العصر، له موعظه لاخوانه لاهل المسجد لاهل المكان، مرتين درس خفيف صغير كده بعد العصر وبعد الفجر. وعن بكر بن عبد الله يقول يوم الجمعه: لو قيل لي خذ بيد خير اهل هذا المسجد، نجي يوم الجمعة والناس كلها مجتمعة كل هذا العدد، قالوا لي خد بإيد خد أفضل أهل المسجد، خير أهل المسجد، مين حيكون عند بكر بن عبد الله خير أهل المسجد؟ قال: لقلت دلوني على أنصحهم لعامتهم. أكثر واحد بينصحهم بيعلمهم بيعرفهم بيعظهم بيدلهم على الخير، ده أفضلهم ده خيرهم، اللي بيعلمهم اللي بيعظهم اللي بينصحهم اللي بيأمرهم بالمعروف اللي بينهاهم عن المنكر اللي بيدلهم على الخير اللي بيدعوهم إلى الله. فإذا قيل هذا، لو قالوا لده أنصح الناس لهم أو أنصح أهل المسجد لأهل المسجد، هذا لو قيل لي هذا أخذت بيدي، ولو قيل خذ بيدي شرهم لقلت دلوني على أغشهم لعامتهم، اللي بيغشهم اللي بيوافيهم وخلاص على الباطل ماشي، ضلال ماشي، اي حاجه غلط بقول لك يا عم احنا بس الواحد ماله بس لازم ماشي امورك يعني. لا بقول لك هذا الذي يغش اهله او يغش اصحابه او يغش المسلمين هذا من شر الناس. قال: ولو ان مناديا نادى في السماء لا يدخل الجنه منكم الا رجل واحد لكان ينبغي لكل انسان ان يلتمس انه هو. ولو أن مناديا نادى أنه لا يدخل النار إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد. يعني ما حدش يغتر بنفسه، لو نادى منادي كل الناس هتخش الجنة إلا واحد، تخاف أن يكون أنت مش تقول الله يمكن أنا بقى الناس كلها هتخش وأنا اللي مش هخش يعني، ولا الواحد شايف نفسه حاجة كويسة ولا رجل صالح ولا حالته كويسة فمن أهل الجنة إن شاء الله، ولا خلاص الواحد احنا داخلين الجنة خلاص، يعني كان عندنا صكوك غفران، يعني ما عندناش في دين الإسلام صكوك غفران، ولا حد بيبيع جنة ولا حد بيطلع حد من النار بمزاجه يعني ولا بكتابة ولا بشيرة ولا ببيع، لا الإنسان يحاج عنه عمله. فبيقول لك يعني الإنسان ينبغي أن يكون يخاف ولا يغتر بنفسه، لو قيل أن إنسان واحد هيدخل النار تخاف أن يكون أنت، ولو قيل واحد مش هيخش الجنة تخاف أن تكون أنت، ومع ذلك مع هذا الخوف فيه رجاء لرحمة الله عز وجل. ولما ولي الحجاج الحرمين فبالغ في إجلال إبراهيم، إبراهيم ابن محمد ابن طلحة الحجاج معروف، الحجاج ابن يوسف، كان بيجل ويعظم إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، وده من أهل العلم الأفاضل. ثم أخذه معه إلى عبد الملك، الحجاج كان ولي مكة والمدينة، كان هو الأمير على مكة والمدينة في عهد عبد الملك بن مروان، فخد إبراهيم ابن محمد ابن طلحة وراحوا لعبد الملك بن مروان. وقال الحجاج: يا أمير المؤمنين، قدمت عليك برجل الحجاز لم أدع له نظيرا. في الزي ده عالم الحجاز وخطيبهم وإمامهم وعالمهم. قال: فأذن له وأجلسه على فراشه وقال: إن الحجاج أذكرنا فضلك، يعني الحجاج لنا على مكانتك. قال فنصحه إبراهيم بن محمد بن طلحة، من اللي خده وداه للحجاج؟ دخله على الرئيس كبير الحجاج رئيس، فقعد مع عبد الملك مع الرئيس نصح الرئيس
وذكر له عزف الحجاج، نصع عبد الملك بن مروان وقال له على ظلم الحجاج، رجل ظالم بيظلم الناس يسيء الى الناس، ما قالش بقى عشان بقى هو يعني هو اللي وصلني ولا هو اللي قال لي كلمتين حلوين في حقي ولا يبقى لازم الواحد يقول له الحجاج ده زي الفل ما فيش احسن منه ده الحجاج، لا، ذكر له ظلم الحجاج وجور الحجاج، فتنمر له وأقامه. ثم بعد ساعة خرج الحجاج فاعتنق إبراهيم ودعا له. غريبة، يعني بعد ما إبراهيم بن محمد بن طلحة لما ذكر ظلم الحجاج بعد كده أخذ الحجاج على عبد الملك بن مروان، طلع مبسوط أوي، طلع الحجاج مبسوط، عبد الملك بن مروان اغتاظ لما يذكر ظلم الحجاج لأنه والي بتاعه هو المسؤول عنه. فقال إبراهيم في إبراهيم بن محمد فقلت يهزأ به، ده شكله نويل على حاجة بقى كده، بقول له أنت عملت ده، طب سلام عليك دلوقتي هوريك من شوية يعني. فقلت يهزأ به، ده أنا ما قلتش فيه كلمة كويسة يعني. فقال ثم أدخلت، دخل تاني إبراهيم بن محمد على عبد الملك، فقال عبد الملك لعل يا ابن طلحة شاركك في نصيحتك أحد، قلت لا والله ولو كنت محابيا أحدا لحابيت الحجاج لأثارة عندي، ولكن آثرت الله ورسوله. يعني بقول أنا لو كنت أحب حد في النصيحة كده كنت حبيت الحجاج لأنه هو اللي قال في الكلام وهو اللي جبني هنا وإلى آخره، لكن أنا آثرت الله ورسوله، أنا لا أغش لا أخدع المسلمين ولا أخدعك، أنصحك. ودي نصيحة لإيه؟ لأئمة المسلمين، ما خافش منه ولا من الحجاج، ولا هيعمل فيها حاجة ولا هيسجنني ولا هيعملني، لا، أي مكان إيه المشكلة. فقال لقد علمت ذلك، عبد الملك بيقول له أنا عارف كده يعني، وأزلته عن الحرمين، عزله. طب إزاي عزله وطلع مبسوط قوي كده وبياخد إبراهيم بالحضن؟ قال وأعلمته أنك استنزلتني عنهما استصغارا لهما ووليته العراقين لما هناك من الأمور فاخرج معهم. عبد الملك كان ذكي قوي، قال له هو عايز ظالم في الحرمين وذكر له ذلك، طب لو عزله هيحصل ايه؟ الحجاج هيسيبه إبراهيم بن محمد؟ شو ممكن هيسيبه؟ قال له ده يعني انت ايه؟ إبراهيم بيقول لي يعني انت ايه؟ لا انت مامك أكبر من البلدين الصغيرين دول، لا انا نديك في حاجة كبيرة. فعزله بس بطريقه غايه في الذكاء يعني، فقال له عزله والله ليه وداه على العراق. وايش معنى العراق؟ قال لي ان في فتن وامور كثيره جدا، وكانه لا يصلح لمثل هذا المكان في هذا الوقت الا واحد زي ده غشوم. وكان الوقت ده فعلا العراق كانت تموج بالفتن والشده يعني. فلكن لاحظ هذا بقى كيف نصح إبراهيم ابن محمد ابن طلحة أمير المؤمنين ونصح الحجاج، كأنك لما تعين ظالم هذا غش لهذا الظالم ومعاونة على ظلمه، فلا تعين أحد على ظلمه، لأن النصيحة يعني لن تضرك في شيء مهما كان فيها من أذى في نظر الناس، كلها أقدار قدرها الله عز وجل على الإنسان، فإذا قام الإنسان بأمر الله عز وجل نجاه الله تعالى. وكان إبراهيم ابن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي من رجال الكمال، ولي خراج العراق لابن الزبير، ووفد على عبد الملك فوعظه، وكان يقال له أسد قريش. طبعا جده لو طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، كان يقال له أسد قريش، قوالا بالحق، يقول الحق بينصح، مش خواف، مش جبان، فصيحا، وكان أعرج موثقا. قال ابن الأعرابي كان أي حد يتمنى هذه الأمنيات، يقول كان يقال فقه الحسن وورع ابن سيرين وحلم مسلم ابن يسار وعبادة طلق، وكان طلق يتكلم على الناس ويعظ، يعني كان كل الناس تتمنى فقه وعلم زي فقه الحسن البصري، وورع زي ورع ابن سيرين، وحلم زي مسلم ابن يسار، كان حليم جدا مشهور بالحلم والتأني، وعبادة وتعبد زي طلق ابن حبيب. وكان طلق من الميزات التي تميز بها طلق هو
أنه كان يعظ الناس، كان ينصح المسلمين. وعن ابن عون أنه سمع ابن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجاء إن كلمته أن يرجع. يعني القضية مش شرط أن كل الناس تقعد تجادل في بعضها وخلاص، بعض الناس تقعد تتكلم ده يقول وده يقول صفصطة فارغة ملهاش أي لازمة، كل واحد عايز يثبت أنه هو الصح وأنه هو الحق، مش مهم أنه هو يوصل للصواب ولا لا، ولا المهم أنه يوصل الحق ولا لا، المهم لا كل واحد عايز يثبت أنه هو اللي صح. لا، بقول لك الجدل ده منهي عنه، أصلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، إلا لو أنت هتناقش إنسان وتظن أنه ممكن يرجع أو يغلب على ظنك أن دار إنسان طالب للحق فيرجع، ده كلمه واصبر معهم. وعن أبي نجيح أن طاووسا قال له يا أبا نجيح من قال واتقى خير ممن صمت واتقى. اللي بيقول الحق، اللي بينصح الناس، اللي بيدعو، اللي بيأمر بالمعروف أفضل من الايه الذي يسكت. وعن جعفر ابن برقان قال قال لي ميمون ابن مهران يا جعفر قل في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. يعني ما كانك ما تستحيش مني ولا تقول بقى أخويا وحبيبي ما ينفعش أقوله وحقوله إزاي، لا لا قل لي انصحني حتى لو كانت النصيحة دي في إيه، في حاجة أنا ما بحبهاش، حتى لو كان خطأ أو عيب عندي، حتى لو كانت حاجة وحشة أنت شايفها فيه، طالما الإنسان مقصده النصيحة لله عز وجل، طالما عايز خير الإنسان، طالما يريد إيصال الحق لا ينصح حتى لو كان هذا شيء يكره هذا الإنسان. بس دايما أقول دايما عشان تبقى النصيحة صحيحة في موضعها السليم لازم الإنسان يراعي إيه آداب النصيحة، يرفق بالقدامه، يختار الوقت المناسب، المكان المناسب، الطريقة والأسلوب المناسبين. وقال الأصمعي إن المنصور أمير المؤمنين صعد المنبر فشرع، يعني بدأ يخطب، فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين اذكر من أنت في ذكره. يعني يقول له وهو بدأ يخطب واحد أمله قال له اذكر، اذكر الله الذي لا ينساك، اذكر الله، تنبه انتبه. قال مرحبا. خلي بقى واحد الأمير المؤمنين في وسط الجمع ده كله هم يخطب، طالع له واحد راجل من عامة الناس يقول له اذكر الله الذي لا ينساك، خاف ربنا، اتق الله. فقال لقد ذكرت جليلا وخوفت عظيما، ذكرتني بالله وخوفتني بالله، وأعوذ بالله أن أكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أو ما يكون من دول، لا ده أنا إيه أستمع إلى النصيحة رغم أن دي نصيحة من إيه، من واحد من عامة الناس وده أمير المؤمنين. قال والموعظة منا بدت ومن عندنا خرجت، وأنت يا قائلها فأحلف بالله ما الله أردت، إنما أردت أن يقال قام فقال فعوقب فصبر، فأهون بها من قائلها واهتبلها من الله، ويلك إني قد غفرتها. وعاد إلى خطبته كأنه يقرأ من كتاب. يعني بقول له خد بالك أنت مش قايم بس عشان إيه، عشان تبقى يعني ما أردت الله، إنما أردت أن يتقال إيه قام ونصح أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين إيه ما سابوش، فالراجل صبر وكان جلد وشجاع. بيقول له لكن أنا مش إيه لا هعاقبك ولا هعمل حاجة، لا لا أنا هقبل النصيحة وهتذكر وأسمحك يعني على طريقتك، وعاد إلى الخطبة كما كان يخطب. وكتب المنصور إلى الأوزاعي أما بعد فقد جعل أمير المؤمنين فقد جعل أمير المؤمنين أما بعد فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيته قبلك في عنقه، فاكتب إلي بما رأيت فيه المصلحة مما أحببت. المنصور الأمير بكاتب إلى الأوزاعي، الإمام الأوزاعي، الإمام العلم الشهير رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين، بيقول له يعني أنت في عنقك، في عنقك النصيحة لي، فاكتب إلي بما رأيت فيه المصلحة مما أحببت، شوف عايز تنصحني بإيه، تعيضني بإيه، عايز تقول لي إيه. فكتب إليه الأوزاعي أما بعد فعليك بتقوى الله وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق، واعلم أن قرابتك من الرسول صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا عظما ولا طاعته إلا وجوبا،
يعني ما تفكرش ان انت، طبعا منصور من العباسيين، والعباسيين ينتهي نسبهم الى النبي عليه الصلاة والسلام، فبقول له يعني ما تظنش ان قرابتك من النبي عليه الصلاة والسلام ان دي يعني هتنجيك مجرد القرابة، لا ده هي بتزود الحق عليك، بتخليك اولى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام من غيرك لانك من اهل بيتي، فاولى بك ان تتبع النبي عليه الصلاة والسلام من غيرك، زودت حق ربنا عليك عظم وأوجبت عليك أكثر من غيرك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة الله عز وجل، فأمره ونهاه ووعظه رحمه الله تعالى. وكان المعافي، وكان المعافى يعظ الثوري يقول يا أبا عبد الله ما هذا المزاح، ليس هذا من فعل العلماء وسفيان يقبل منهم. كان يعظ سفيان الإمام علم كبير، إمام له قدره ومكانته، ينصحه. ما هي المشكلة؟ مشكلة يعني الواحد لما يبقى عالم ولا يبقى صاحب منصب ولا سلطان ولا جاه ولا من ما يتنصحش ما يسمعش؟ لا، كان الثوري سفيان الثوري رحمه الله يضرب المثل، كان يستمع له، يسمع له. وكان الحسن بن صالح إذا أراد أن يعظ أحدا كتب في ألواحه ثم ناوله. كان دي من لطف النصيحة، إن هو عايز يقول لواحد حاجة ينصح واحد حاجة، طب في جمع موجود ممكن لو اتكلم في الجمع ده يحرجه أو يكون في نوع من الفضيحة، يروح كاتب له في يعني في اللوحة بتاعنا دلوقتي في ورقة كده النصيحة وإيه وإديها له، محدش عارف فيها إيه، وهو يأخذ النصيحة. أسلوب جميل. وقال الأصمعي وقيل لمالك إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، تطعم وتكلمهم هم في نوع من الظلم، فقال يرحمك الله فأين المتكلم بالحق؟ يعني أنا مش داخل عليه عشان عايز منه حاجة ولا حيديني حاجة، لا ده أنا داخل عليه أنصحه، داخل عليه أقول الحق في وجهه، داخل عليه أبين له ما في الرعية وفي أحوال الناس. ووعظ ابن السماك مرة فقال يا أمير المؤمنين إن لك بين يدي الله مقاما وإن لك من مقامك منصرفا، يعني هتقف بين يدين ربنا وحتنصرف من هذا المقام ومن هذا اللقاء إما إلى جنة وإما إلى نار، فانظر إلى أين تكون، شوف هتروح فين، منصرفك بين يدي الله هيكون فين. فبكى الرشيد رحمه الله كثيرا. وعن الفضيل قال لما دخل على هارون أمير المؤمنين قلت يا حسن الوجه لقد كلفت أمرا عظيما. الفضيل بن عياض رحمه الله هو كان في زمن هارون الرشيد رحمة الله عليه، فبيعظه بيقول له يا حسن الوجه لقد كلفت أمرا عظيما، أمر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، سياسة الناس، أمر الإمامة. أما إني ما رأيت أحدا أحسن وجها منك، فإن قدرت ألا تسود هذا الوجه بلفحة من لفحات النار فافعل. هو إن قدرت ألا تسود هذا الوجه بلفحة من لفحات النار فافعل. قال عظني. قلت بماذا أعظك؟ هذا كتاب الله بين الدفتين، انظر ماذا عمل بمن أطاعه وماذا عمل بمن عصاه. إني رأيت الناس يغوصون على النار غوصا شديدا ويطلبونها طلبا حثيثا، أما والله لو طلبوا الجنة بمثلها لنالوها. يعني بقول له إيه؟ كتاب ربنا قدامك، شوف في كتاب ربنا، شوف ربنا ماذا فعل بمن أطاعه وماذا فعل بمن عصاه، شوف إكرام الله عز وجل لأهل طاعته وعقاب الله عز وجل لأهل معصيته. فقال هارون عد إلي. طيب يعني تعال مرة تانية، يعني عايزه يفضل موجود أو عايزه يرجع تاني عشان يعظ عشان ينصحه، مش قال له خلاص بقى كفاية عليك كده وانت أديت المهمة اللي عليك روح. فقال عد إلي. كان يعني الإنسان الذي يريد نجاة نفسه اللي عايز خيره زي الحسن رحمه الله ما قال لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدرك المخاوف. مش اللي بتطع عليك يقول لك أنت كويس وأنت حلو وما فيش أحسن من كده وبرضه يجد لك عذر لأي حاجة، مش هو ده الحلو، مش هو ده اللي في صالحك، لا ده أن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدرك المخاوف، يخوفوك في الدنيا أحسن متخاف في الأخرة. قال عد إلي تعالى تاني. فقال لو
لو لم تبعث إلي لم آتك، يعني أنت لو لم تبعثني كنت جئتك. وكان العلماء يحذروا من الدخول على السلاطين خشية من فتنة السلطان وما فتنة الدنيا اللي عندهم. قال وإن انتفعت بما سمعت، وإن انتفعت بما سمعت عدت إليك. لو لقيت النصيحة دي لها أثر عندك أرجع تاني أكلمك وأرجع تاني أقعد معك، لكن النصيحة ما لهاش فايدة معك، بتضرب بالنصيحة عرض الحائط، لا 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 تستنصح، لا لا تأخذ بالنصيحة، يبقى ما الفائدة؟ حجج عليك وخلاص. قال أحمد بن حنبل دخل سفيان بن عيينة على معد بن زائدة يعني أمير اليمن، ولم يكن سفيان قد تلطخ بعد بشيء من أمر السلطان فجعل يعظه. سفيان يعظ معن ابن زائدة. وقال يعقوب الفسوي حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه، يعني بيتكلم عن يحيى ابن يحيى رحمه الله، بيقول أنا لم أرى أنصح للإسلام ولأهل الإسلام وللمسلمين من يحيى ابن يحيى. طبعا هذا ما رأه في زمن، مش معناه أنه فيش غير يحيى ابن يحيى هو بس اللي هو أنصح للأم، لا ده هو في زمن الحميدي كان هذا الرجل هو البارز في النصح لأمة النبي عليه الصلاة والسلام والنصح للناس، لأنه في بفضل الله عز وجل في طول بلاد الإسلام وعرضها علماء أفاضل ودعاة أفاضل في كل زمان وفي كل مكان من أنصح الناس للناس ومن أنصح الناس لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ونصيحة الناس وموعظتهم كثيرة جدا جدا. لكن هو كان بيتكلم عن يحيى بن يحيى رحمه الله، شيء بارز جدا في حياته وبارز جدا في عمله. وقال أبو بكر بن عياش للحسن بن الحسن بالمدينة ما أبقت الفتنة منك؟ قال أي فتنة رأيتني فيها، وأي فتنة رأيتني فيها، فأي الفتنة اللي أنت بتقول عليها دي اللي أنا وقعت فيها دي؟ قال رأيتهم يقبلون يدك ولا تمنعهم، عمالي مجدوا فيك عظيم كل واحد عمالي بوسي إذا كنت سايب إيدك كده بتاع ولا تمنعهم، كانوا بقولوا دي فتنة احذر إن دي ممكن تصيب الإنسان به بالغرور. ده بقى بيعظم فيه وده بحب إيديه وده بحب دماغه وده، فممكن يصيب بالغرور. وفتنة المتبوع مذلة التابع، فتنة المتبوع مذلة التابع، فبودوا لك أنا بينصحش وبيعظوا بينصحوا ما تعملش كده، دي فتنة أنا أخشى عليك منها. وقال الذهبي رحمه الله فتأمل هذه الكلمات الجامعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين. يبقى في نقص في دين اللي ما بينصحش إخوانه ويكون بينهم وبينه موعظة وأمر بالمعروف ودلالة على الخير ودلالة على السنة وما فيش تناصح بينهم، هذا نقص في الدين. وأنت لو دعيت يا ناقص الدين لغضبت، فقل لي متى نصحت لهؤلاء؟ كلا والله ليتك تسكت ولا تنطق، أولا تحسن لإمام أولا تحسن لإمامك الباطل وتجريه على الظلم وتغشه، فمن أجل ذلك سقطت من عينه ومن أعين المؤمنين. يعني أقول لك ما تغش لو كان في نصيحة لحاكم أو إنسان ذو منصب أو سلطان أو غيره، يبقى أوعى تغشه وأوعى تحسن له الباطل وتزينه الباطل وتبينه، يعني لا ده أنت ما فيش، ده أنت أعدل واحد وأحسن واحد وفيش غيرك، وكأن يعني عاقة النساء أن تنجب مثلك وما فيش زيك لا قبلك ولا بعد، ده أنت خلاص كده فلتة كده من فلتات الزمان ما فيش زيك، لا دي مصيبة، بيحذر أوعى تعمل كده. قال ومتى يفلح؟ قال فبالله قل لي متى يفلح من كان يسره ما يضره، ومتى يفلح من لم يراقب مولاه، ومتى يفلح من دنا رحيله وانقرض جيله وساء فعله وقيله، فما شاء الله كان، وما نرجو صلاح أهل الزمان، وما نرجو صلاح أهل الزمان، لكن لا ندع الدعاء لعل الله أن يلطف وأن يصلحنا. وعن عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول خرجت من عندي هذا يعني المهدي أمير المؤمنين ولم أسلم عليه بالإمارة، كان يدخل يقول السلام عليك أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو ده لقبه، لكن لم يسلم عليه الثوري بالإمارة، فنظر إلي وتبسم وقال لقد طلبناك فأعجزتنا وقد جاء الله بك، ارفع إلينا حاجتك. شوف انت عايز يعني ايه اللي تطلبه. قلت قد ملأت الأرض ظلما وجورا، بقول شوف اللي انت عايزه بقى، عايز فلوس، عايز عبيد، اللي انت عايزه، شوف بقى طلباتك، طلباتك اوامر،
ده المهدي أمير المؤمنين بيقول للثوري سفيان الثوري رحمه الله، فما قالوش بقى أنا عايز، لا قال نصع على طول في وجهه، قال قد ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله وليكن منك في ذلك عبر. فنكس رأسه ثم قال أرأيت إن لم أستطع، لو ما قدرتش أرفع المظالم دي غصبا عني مش بإيدي، فساد كثير في البلد، أنا مش قادر أعمل حاجة واحدة واحدة. قال تهرب بدينك، مش قادر فر بدينك، اهرب بدينك سيبها لغيرك. وقال البربهاري رحمه الله الإمام الحنبلي العلم يقول المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. بعض ننصح بعض، نعلم بعض، نرشد بعض الخير، فيه فوائد ضخمة جدا وخيرات كثيرة. ونفذ ملك شاه محمد بن عبد الرحمن النسوي رسولا ليخطب بنت الخليفة فأدى الرسالة وبذل النصيحة، فقال لا تخلط بيتك الطاهر بالتركمان، راح عشان إيه يخطب بنته، ومع ذلك نصحه. قال ابن الأثير بلغنا أن فخر الدين الرازي وعظ مرة عند السلطان شهاب الدين ابن محمد ابن سام، فقال يا سلطان العالم لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال فانتحب السلطان بالبكاء، يعني بقول له إيه، يعني لا أنت سلطان لك شأنك ومكانتك في العالم، لا سلطانك هيفضل ولا حتى لنا لو إيه لو غشيتك هيفضل غش ليك، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال ابن الجوزي يوما في وعظه يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، لو تكلمت ممكن إيه تأذيني تعمل لي حاجة، ولو سكت هخاف عليك لأنه مش هنصحك مش هوعظك، هتبقى أخطائك زي ما هي، عيوبك زي ما هي، حدش هيدلك على الخير على المظالم اللي بتعمل على حال الأمة. وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك، حتى مهما هتعمل بقى إيه هيضك. فقول الناصح اتق الله خير من قول القائل أنتم أهل بيت مغفور لكم. وإن كانت في كثير من هذه الأثر عن في مناصحة الحكام، لكن كان في أيضا كثير من النصيحة فيما بين المسلمين بينهم وبعض، ودي الأشياء التي لابد دايما إحنا إنها تكون بيننا. المسلم مرآة أخيه، المسلم مرآة أخيه، والنصيحة لها فائدة أو فوائد ضخمة جدا. الناصح يراعي أدب النصيحة، والمنصوح أي مكان بقى الأسلوب والطريقة بص للنصيحة ما تبصش ليه لأخطاء الناصح ولا حتى لعيوب الناصح. أما من شروط الانتفاع بالموعظة العيم العمى، من شروط الانتفاع بالموعظة العمى عن عيب الواعظ. الواحد بنصحه يقول له عم ببص لنفسك، لا سيبك ما لكش دعوة بيه، يقول لك طب ما انت فيك، لا سيبك من كده، العمى عن عيب الواعظ، استمع للنصيحة خذ الفايدة، ما تخليش الشيطان يستدرجك أو يعميك عن النصيحة ولا تستفيد منها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.